وفي هذه الفقرة نتحدث عن مؤسسة غير ربحية مهمة جدا في هدفها. احنا لما بنحكي عن الاطفال بنحكي عن حقهم بالتاكيد، وبجوز من اهم هذه الحقوق هو موضوع التعليم. غير مسموح ابدا بوقتنا الحالي ان نشوف اي طفل محروم من التعليم، لانه هذا الموضوع يعني عم بيتم التركيز عليه عالميا، واحنا مع العالم يعني موقعين معاهدات وملتزمين اخلاقيا وانسانيا ودوليا بموضوع تعليم الاطفال. على كل حال هذا الصباح رح نحكي لكم عن جمعيه اسمها أو مؤسسة اسمها متين، رح نتعرف عليها أكثر من خلال ضيفاتنا لهذا الصباح. هلال هشلمون، أنت مدير عام هذه المؤسسة، أهلا وسهلا فيكي. وأنت مسؤولة التعليم منى أبو كويك، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. بتجنن ومتفائلين وحلوين وموضوعكم كثير كويس ومهم وجدا أولوية. نبلش معك يا هلا، نتعرف على متين، يعني ما هي هذه المؤسسة من فضلك؟ يس، هلا متين زي ما حضرتك تفضلتي احنا مؤسسة غير ربحية. نعم. بنهدف لتحقيق او بنعطي حق لكل طفل بحق التعليم متساوي او متكافئ الفرص لكل الاطفال، من ايماننا بان كل طفل بيستاهل ياخذ حق بالتعليم متكافئ الفرص بغض النظر عن جنسيته، عن الظروف اللي نحط فيها. نعم. بالرغم من بدون ما هو يختار هاي الظروف. طبعا. طفل بالضبط 100% من الوضع الاقتصادي للعائله بمختلف خلينا نحكي العوامل اللي ادت لانه هو ما يقدر يوصل للتعليم او ما يوصل حتى بالضبط، او انه يوصل لتعليم بس مش متكافئ الفرص. نعم. زي بقيه. هذا بنحكي عن متكافئ الفرص شو قصدكم فيه بس. كمان اذا انت مسؤوله التعليم كمان منى، ممكن نحكي عن موضوع اسلوبكم وطريقتكم في اعاده الامور الى مسارها الطبيعي اللي هو التعليم. هذا اللي احنا بنسعى له بالضبط، اللي هو التعليم. بكوني انا مختصه بالجانب التعليمي، عملت دراسة متفحصة لأعرف بالضبط الفئة اللي رح أتعامل معها واللي رح أعمل عليها. نعم. هاي أهم إشي. تاني إشي شفت الظروف لحتى أخلق بيئة مناسبة تعليمية سليمة وتكون في جودة تعليمية، يعني في إنتاج صح. فكان النظام أنه عملت خطة استراتيجية. أوكي. للتعليم على أساسات معينة. طبعا أهم إشي المنهاج الموثوق اللي نمشينا فيه. أوكي. ثاني شيء كان يناسب فئاتهم العمرية، عندي فئات عمرية مختلفة. يعني عندي من 5 إلى 10 سنين. عندي من 13 سنة. كل فئة في لها برنامج شمولية للفئات العمرية أيضا. بالضبط. كويس. بالإضافة أنه في أسلوب، أكثر من أسلوب، هم أسلوبين استخدمت فيهم للتدريس. كان في عندي الأسلوب الأول، أسلوب اللي هو وكان يعني بدي أقول لك أضاف لنا أضافة كثير عظيمة. أسلوب التدريس الحديث التكنولوجي. اوكي. استخدمنا خلال وسائل تكنولوجيه. بالضبط. تمام. السمارت بورد والبرنامج الهدهد للغه العربيه، تعليم اللغه العربيه. فاضاف اضافه عظيمه ومتعه في التعليم. طبعا اتضحت نتائجه يعني بعد مرور احنا عم نحكي عن فئات هم اولاد العصر، يعني بالضبط. هاي الطرائق او هاي الوسائل هي بجوز الانجع او الافضل لترغيبهم اكثر. في منهم لانه خلص ما عاد الموضوع رغبه عندهم يعني. فقديش بدنا نحاول انه نعمل لهم وسائل جذب لحتى يرجعوا نحببهم التعليم. بالموضوع يعني مرات اللوم على الطفل نفسه انه هو مش حابب موضوع التعليم. وهنا بجوز دور المؤسسات التعليميه انه ترجع تحببه بموضوع اعادته للتعليم. بتعرفي كمان مع اختلاف العصر بيختلف اسلوب كيف انت توصلي للطفل، ما بنقدر نوصل للطفل بنفس الاسلوب قبل ابدا 5 سنين، حتى لو انهم بس 5 سنين مع هلا شخصياتهم تختلف لانه البيئه اللي حواليهم اختلفت، طريقه تلقيهم للمعلومه 100% مش زي اول ابدا. بالضبط. فهم دائما على التليفونات، هلا طفل صغير بيكون طول وقته على تليفونات، طول وقته تلفزيون. مبسوط. نستغل هذا الشيء بحيث انه احنا نعلمه هو مبسوط، هو هذا مهم. وكثير مؤسسات تعليميه من وزاره التربيه والتعليم عم تتنبه لهذا الموضوع. بالضبط. انه بدنا نغير طريقه تقديمنا المعلومه للاطفال. تحديدا بهذا العمر. أوكي. طيب مين المسؤول، لانك انت البوس يعني كلكم ما شاء الله عليكم فريق عمل، بس هلا انتم يعني كمؤسسه بالاخر بتعلموا يعني والطفل اللي بده يرجع لمسار التعليم بده شيء معترف فيه، يعني هل انتم مشبكين مثلا مع وزاره، مع مؤسسات بالحكوميه لحتى تقدروا انه هذا خلص التعب اللي تعبته باهلك انه تكمل يعني باماكن مختلفه؟ احنا هذا هدفنا. أوكي. كان هدفنا انه نرجع الاطفال للتعليم الالزامي. فكان في عندنا اكثر من تحدي، من ضمنهم انه من الناس اللي احنا استهدفناهم اللي هم الاطفال اللي اكثر تهميشا بالمجتمع. أوكي. كانوا ما بيقدروا يقروا ولا يكتبوا. أوكي. فهذا الشيء
بالضبط. ومن اخواننا السوريين اللي اجوا بعد الحرب كان لهم فتره، بنحكي عن 4 سنين منقطعين عن الدراسه طبعاً. من الناس اللي احنا استهدفناهم كمان. هدول الاطفال كيف تعاملنا معاهم؟ كان في امتحان استدراكي اللي هو موجود بوزاره التربيه والتعليم، كان هدفنا ان احنا ناهلهم يجتازوا الامتحان الاستدراكي ويرجعوا للتعليم الالزامي. اوكي. والحمد لله يعني كمرحله بتخليهم يتاهلوا للانتقاليه 100%. بالضبط. والحمد لله قدرنا نرجع اكثر من 200 طفل هلا للتعليم الرسمي باقل من سنه، يعني شيء الحمد لله يعني حلو 100%. ونطمح اكيد لارقام اكثر واكثر، لانه تغيير حياه طفل هي تغيير مجتمع بالمستقبل طبعا. فيعني طيب ماذا هلا عن الاستدامه؟ يعني قد ايه بتكونوا انتم بعد ما تخلصوا شغلكم مع هذا الطفل تضمنوا انه هو حيضله يتعلم؟ كثير في اسر بتقول لك انا بحاجه طفلي ليشتغل، يعني هيك ببساطة أنا بقدرش لا بقدر أعلم، بدي واحد يشيل معاي مصروف البيت أكيد. ولا يلام، يعني خلينا نتعاطف مع الآخرين أكيد. يعني هدول كيف بتتعامل؟ هلا إحنا يعني طبيعة العمل يعني حاطين 1 2 3، يعني مثلا إحنا معرفين إنه التعليم إنه هو الطفل، في عنا طفل بده يتعلم، فكل البيئة اللي حواليه إحنا شغالين عليها، يعني مثلا أهله برضو احنا عندنا حملات توعيه لاساليب التعليم بالنسبه للاهل، لكمان حمايه الطفل، لحقوق الطفل، بنعطيهم برضو معلومات عن الصحه، بنلمهم برضو بالموضوع كله هذا الشيء مع اهاليهم. بالضبط، لانه العلم شبكه لازم يكون متواصل كله مع بعض. طبعا احنا عملنا خطه طويله المدى، فاحنا انجزنا هاي الخطه الطويله المدى وصف عنا الخطه القصيره المدى الحمد لله. فنتيجات الموضوع صارت عنا انه في عندي نتيجات عامه انه الاطفال هذول يكون واصلهم اساسيات اللغه العربيه والانجليزيه والرياضيات الماده المطلوبه تكون واصلتهم، والحمد لله صار في عندي فئه ورقم اجتاز الامتحان المستوى والتحق بالمدارس زي ما تفضلت هلا انه صار فوق ال 200 طفل الحمد لله هلا بالمدرسه. رائع. طبعا احنا مو سايبينهم هم بالمدرسه، احنا بنتابع عمليه دراستهم اثناء تعبكم يعني بالضبط اقل شيء، انه ما بدنا يتراجعوا باي نقطه، وممكن انه برضه بدنا نساعدهم ما يكون شيء جديد عليهم. ممتاز. فالتواصل فيما ما بعد التحاقهم ومع الاهل هيك بنضمن انه نوصل لنتائج سليم 100%. كثير كويس. بدي افك نقطه صغيره، انه اكيد احنا كتحديات اقتصاديه كنا واعيين فيها من هاي الناحيه، ومن هاي النواحي قدرنا بشراكتنا مع مختلف الجهات من ضمنهم اليونيسف انه نقدر نامن. هذا بدي اسالك اياه كمان، انت سبقتيني 100%. الفكره هي انه هالأهالي اللي ما بيقدروا ماديا إلا إنهم يعتمدوا على أولادهم بالعمل اللي هي عمالة الأطفال، عم تحاولوا تشبكوه مع مؤسسات تقدر تدعمهم، كان يدعمهم ماديا للأهالي بحيث إنه يقدروا يستغنوا عن عمالة الطفل وهو يروح على المدرسة يستفيد. فإحنا هيك بنكون غطينا ناحيتين لازم نفكر فيها، إحنا بنفكر فيها للمدى البعيد كناس بتطلعوا من برا على الموضوع، بس الأهل وأي حدا بهاي، يمكن احنا لو كنا بهاي الظروف راح يصير عندنا ان احنا بنفكر على المدى القصير شوي. يعني احنا في احتياجات كثير مهمه بدنا نلبيها. بالضبط. بصير تفكيرنا بالتعليم مش اساسي، بصير في لقمه الخبز والعيش اليومي والتفاصيل هاي الصعبه اللي عم بيعيشوها كثير عائلات. بس هون بصفي انه بجوز ما لهم حجه هاي ال 100 او ال 200 دينار بجيبهم ابنك. بالضبط. ممكن احنا نوفر لك اياها بطريقه مختلفه من خلال مشاريع وعمل او راتب او ايا كان. منى انتوا وين موجودين وكيف طريقتكم بالاعلان عن انفسكم؟ اكيد في ناس عم بيسمعونا هلا او بيشوفونا بيقولوا يا ريت نقدر نوصل لهم. هلا احنا المراكز الحمد لله انتشرت في ارجاء المملكه اجمعها تقريبا. نعم. بنحاول نغطي اكبر عدد من الطلبه، واكيد احنا لنا على الويب سايت موقع اللي هو matinword.com organize. فالحمد لله يعني على هذا الموقع ممكن يتواصلوا معنا. تمام. و بالعاصمة عمان شغلكم ولا كمان في جميع ارجاء المملكة؟ يعني في عندنا بالمفرق في مراكز عمان كبار ومتطوعين وعميز طاقم كامل. طاقم كامل. بتتعاملوا مع التطوع يعني كمان 100%. اشخاص وصبايا وشباب 100%. يمكن متركزين حاليا بعمان مفرق واربد والعقبة. مفرق وإربد مفهوم لانه كمان في اللجوء الموضوع اللجوء السوري 100%. كمان 100% بالضبط. بنشوف مين الفئه الاكثر استضعافا واحنا بنروح نتواجد عندهم. رائع. بالاخر يعني فتواجدنا بهاي المناطق لانه الفئه الاكثر استضعافا يمكن موجوده اكثر بهاي المناطق خلينا نحكي. تطوع اكيد مفتوح باب التطوع لاي حدا ممكن يضيف
أي تغيير إيجابي لحياة طفل. حدا بيقدر يدرس، حدا بيقدر يشغل، مرحفين. ليش متين اسمكم؟ متين لأنه من إيماننا بأن التعليم هو القاعدة المتينة لأي حدا لحتى ينجح، لحتى يحقق أي حلم بباله بالمستقبل. فمن هون طلعت من المتانة، يعني من المتانة 100%. هي يمكن المتانة اللي هي ثوابت الراسخة كمان، يعني إن شاء الله بيكون شغلنا كله راسخ يا رب ومحكم. يا رب ولا أحلى من هذا الشغل. أنا صفة لشغلنا أي موضوع دائما بقول بجوز دائما بستضيف ناس إلهم علاقة يعني دعم التعليم بأي مجال، بأي مجال بكون جدا سعيدة، لأنه هاي والله أولوية وهي طريقتنا الوحيدة للنهضة يعني بشكل عام ببلادنا. أو مجتمع متحضر متقدم بدك تعليم قوي، بدك تعليم قوي. يسعدكم، أنا كتير شاكرة لكم لوجودكم معنا هذا الصباح. شكرا هلا وشكرا منى، مرات كنت اخربط بالاسماء كلنا واحد. الله يسعدكم بتجنن، وشكرا جزيلا لكم. الله يخليك. وفاصل احنا قصير جدا، ومن بعده بنرجع لكم للاستوديو لنتابع بقيه فقراتنا. خليكم معنا.